صلاة العشاء. قالت السيدة فاطمة الزهراء عليها السلام: اللهم اكفني حسد الحاسدين وبغي الباغين وكيد الكائدين ومكر الماكرين وحيلة المحتالين وغيلة المغتالين وغيبة المغتابين وظلم الظالمين وجور الجائرين واعتداء المعتدين وسخط المسخطين وتشحب المتشحبين وصولة الصائلين واقتسار المقتسرين وغشم الغاشمين وخبط الخابطين وسعاية الساعين ونمامة النمامين وسحر السحرة والمردة والشياطين وجور السلاطين ومكروه العالمين.